عاد بيقول الرب ناول التلاميذ بعد العشاء، فلماذا نحن نصوم 9 ساعات قبل التناول؟ وخل بعض الطوائف المسيحية تصوم أيضا. أنا عايزكم تفهموا حكاية بعد العشاء. هو كان فيه عشاءين، واحد منهم الفصح، والثاني العشاء الرباني الإفخارستية. فالفصح كان يرمز للإفخارستية، يعني كان ما بين الرمز والمرموز إليه، ما كانش أكل عادية، يعني مش واحد ياخد له اكل الطعمية ولا فول مدمس وبعد كده يتناول، لا، ده الفصح كان رمز المسيح، لان في كورنثوس الاولى الاصحاح 5:7 بيقول لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا، فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. فالمسيح بيقول لهم ادي الرمز وادي المرموز اليه، ده بعد ده، لكن مش عشاء يعني أكل عادية، لا، أكل عادية لا. وليه بنصوم 9 ساعات؟ عشان لما نستقبل في داخلنا جسد ربنا ودمه ما يخشش مع أطعمة أخرى اللي مخدومة هضم كامل واللي نص هضم واللي ربع هضم، لا، يبقى معدة فاضية. وإحنا مش بس بنصوم 9 ساعات، ده احنا بنصلي على مذبح صائم وعلى ادوات مقدسة صائمة، يعني لم تستخدم في قداس قبل كده، نسميها كده صائمة. كمان اللي ياكل ويجي يتناول، فين الاستعداد الروحي اللي هو استعد بيه؟